دكتور راوية، الفكرة اللي دايما الشائعة فكرة ان الجن بيلبس الانسان او ان الشخص ده بقى شخص ملبوس، وخلينا نقول نلخص اللي اتقال سابقا، فكرة ان قدرات الجن مختلفة عن البشر، عندهم القدرة ان هم يختفوا والانسان ما يشوفهمش وهم بيشوفوا البني ادمين، فدي اكتر حاجة بيتلاعب عليها. فحصل تعاون من بعض الانس اللي هم غير مؤمنين بالله وبين الجن، وربنا قال آية فيها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا ادانا السؤال وادانا الإجابة، رجال من الإنس. ده كان بيحصل إمتى بقى؟ أيام ما كان في الجزيرة العربية بيخرجوا مجموعات من القبائل رحلات القصيرة، يعني اللي هي بيتنقلوا من مكان لمكان، فأحيانا كانوا بينزلوا في بعض الأودية الموحشة، يعني بيحس في وادي موحش، فيبدأ ينادي على رئيس الجن في هذا المكان، فاداله قيمه واداله قدره الانسان، يعني الناس اللي رايحه المكان اللي هم زادوهم رهقه، رجال من الانس مننا احنا، فبداوا ينادوا انك يا رئيس الجن احنا نازلين في الوادي ده فاحمينا، فزادوهم رهقه. بقى يعملوا ايه بقى؟ يخليهم نايمين ويسرقوا بعض الشاه، يخبوها، ينغزوا بحاجه، يخبط، يحسسوا انه له قيمه، فالتاني يلجا ليه اكتر، يلجا ليه اكتر واكتر، لمجرد ان هو مختفي عن عينه، مختفي مش شايفه. ما احنا خلاص احنا قلنا الامام الشافعي عليه، فهو كان الاختفاء ده كان بيعملوا حركات، فالناس بتبدا تتوهم انه عنده قدره. لكن ربنا ادانا الحل في سوره موسى، قال ايه هو السحر؟ ايه ان سحر اعين الناس، السحر العين اللي بتصحى، خداع بصري فقط، بس هو الخداع البصري، لكن لا يملك ان انا اقدر اقول لك ان انسان تلبس، ان الناس اللي بتبقى تقول لك انا ذهبت لفلان علشان حصل ولبس ولا. انت عندك تحصينات الرسول صلى الله عليه وسلم ادهالنا ليل ونهار، وعندي الاستعانة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لكن أنا لو تنازلت عن جزء من العقيدة بتاعتي، تنازلت، شوفي بقى، أيوة تنازل المعنى ده بقى عايزين نفهمه يا دكتور طبعاً. يعني ايه تنازلت عن العقيدة فسهل ان انا اتأذي؟ يبقى انا بقى يقيني بالله ان مش ربنا هو اللي الحافظ كل شيء، بس انا بدأت انزل قدرة الله سبحانه وتعالى الى قدرة خلق من خلق الله، فأنا تنازلت عن جزء من العقيدة. في الحالة دي بقى تملاني بقى الوساوس، وأنا ملبوس، ده حد عدى عليا، ده حد مسك قفايا، ده حد، خلاص دخلت بقى في موضوع تاني كبير جدا. والدليل على كده لما هو إبليس بيقول للرسول للنبي لربنا سبحانه وتعالى: إلا عبادك الإيه؟ المخلصين، اللي هم إيه؟ اللي هم عارفين الطريق السليم إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا لو تنازلنا عن جزء من عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ الرازق المصور اللي بيده كل شيء، يبقى إحنا كده سلمنا نفسنا للشيطان، مفيش حل تاني. يعني هي الفكرة عشان نبسطها زي ما حضرتك قلتي إن هي اختلاف قدرات، نعم، لكن كلها تحت ان هم ضعفة، وبيقولوا ان الجن فعلا مخلوق بيخاف اصلا من الانسان، والشيطان كان لما يشوف سيدنا عمر بن الخطاب كان يهرب منه او نعم. يمشيش في الطريق اللي سيدنا عمر ماشي صحيح. فيه، فبيقولوا ان فعلا الجن مخلوق ضعيف لكن عنده شويه حركات اللي هي بتعرف ايه توهم الانسان، نعم. لكن في اوقات كتير نلاقي الصوت اتغير، يلاقوا ان حد صوته اتغير، فدي حتى العلماء فسروها يا دكتور راوي. احنا مش هنقدر نقول بقى ان البشر وسخر الجن ولا اخره، هنخش في سكه تانية هنعمل انتشار للموضوع، لا، ده احنا عايزين نقول ان القدرات دي كلها قدرات من عند الله سبحانه وتعالى، هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وربنا خلقهم في الدنيا لاختبار لينا برضو، ما هي دي برضو من محطات اللي الانسان لازم يمر بها في حياته، اختبار للانسان. هل انت على يقين ان من يملك الضر هو الله سبحانه وتعالى، من يملك النفع هو الله سبحانه وتعالى، ولا في جزء من العقيدة بدأ يبقى فيه خلل شوية؟ لو عندك خلل، لا، ده انت محتاج تستغفر وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى بكل قوتك. لكن احنا علشان كده لازم الإنسان يكون محصن بالعلم الشرعي ويتعلم صح، فيعرف ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى مفيش انسان، مفيش حاجه تقدر تمسه الا بقدر الله. احنا الهدف الاساسي من الحلقه النهارده احنا بنتعرف ليه على المخلوقات دي عشان نعرف حجمها ونعرف حجم كل شيء، فنحط نعم. كل حاجه لنصابها، وبنحاول دايما نفسر طب ده اتعمل ليه من غير ما نبقى معميين عن اللي بيحصل. فهي الفكره ان فعلا حتى العلماء لما قالوا ان هو الاصوات دي بتتغير ناتج لايه، هم فعلا الجن ليهم اصواتهم وبيتكلموا، فبينيموا الشخص ده اللي هو الانس حابب انه يأذيه وتعامل معاه على الاساس ده، وده صدق فبينيموه مغناطيسين ويكلم هو بداله. فقال لك كل الكلام ده لو انت ما اديتهوش حجمه
هو خلاص بيهربوا من الناس دي بمجرد شويه ايات بسيطه وشويه تحصينات. نعم، انا كل ما استعيذ كل ما انا ايه، وكان انه كانوا رجال من الانس يعوذون، كل ما اديته حجمه خلاص انا بتضاءل قدامه، لكن كل ما انا علي حجمي هو يتضاءل. هي عمليه كده بالانس كده بين ده وبين ده، كل ما انا اعلى هو يخسأ، هو يخسأ، انما انا عايز اعليه وابدا اتكلم وولا. كل دي وهم، دي اوهام ربنا سبحانه وتعالى، وما هم بضارين. ما فيش حد يقدر يملك النفع على الضر الا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى لما جم يفسروا قالوا ان الجن مش عايد عليه اي شيء، ما بياخدش مثلا مادزيات مقابل ان هو بيأذي او بيعمل حاجه بيساعد بيها الانس، هو اللي بياخده بس فكره ان انا بقت ليا قيمه بدل ما انا نكره فقط. فهي المعاني بسيطة جدا ومش حاضرة في ذهننا، فبنعرفش نتعامل ازاي. ما احنا محتاج نصحح المفاهيم دي بقى، عاملين تصحيح للمفاهيم الخاطئة اللي توارثت بقى عبر الأجيال عبر الأجيال. احنا جينا في وقت لازم نصحح، خصوصا ان في بعض الناس بدأت تتكلم في هذا الأمر، فلازم يكون في تصحيح بالزبط. انه حجم الشيطان أقل بكتير جدا من حجم الإنسان. لو جينا نتكلم عن فكرة السحرة والكهنة اللي بيتنبؤوا بالغيب، وده أصلا مذكور في القرآن إن مفيش أي ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. فهي الفكرة قالوا مصدر القصة دي جاية منين؟ إن كان الجن سابقا عنده القدرة إن هو يسمع الملائكة في السماء بيقولوا ويطلعوا على بعض الغيبيات لحد نزول الرسول عليه الصلاة والسلام، والموضوع ده اتمنع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. شوفي حضرتك بقى، يجد له، كل واحد من الملائكة مخصص في ايده شهاب لواحد من الجن. شوفي حتى التخصيص ربنا سبحانه وتعالى ودقة القرآن، يجد له، له هو بالاسم كده، انه بس ما يقدرش. وإنا لمسنا، حتى يعني إنا لمسنا السماء، حتى كلمة لمسنا دي مش التاتش، مش اللمس المادي، ده هم بيلتمسوا بيطلبوا، زي ما أنا بقول لحضرتك ألتمس منك إنك تقولي هذا الأمر، فدي التماس يعني بطلب منك. فهم التمسوا، كانوا بيطلبوا ان هم حتى بس يسمعوا، فلو حتى قربوا بيجد شهاب يقف ليه كل واحد فيهم. وقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ملأ السماء بالحرس دي امتى؟ عند ميلاد النبي، وقيل برضو عند بعثة النبي. ففي كلا الحالتين هم منعوا من ان هم يسترقوا. شوفي حتى القرآن عبر بايه؟ استراق، لانه خفة الوزن كان بيطلع بسرعة فيسترق. فربنا سبحانه وتعالى أوقف هذا الأمر بأنه جعل لكل واحد فيهم ملك يبقى معاه شهاب، وهذا الشهاب بيفتت الجن تماما، فما عندهمش أي قدرة على الاطلاع على الغيب، بالدليل اللي حصل مع سيدنا سليمان. نعم، هم برغم أنه مسخر الجن لكن ما عرفوش أنه مات. لو كنا نعلم الغيب ما لبسنا، يبقى ما عندهمش أصلا القدرة. وده حضرتك يعني تفضلتي مشكورة، في سليمان دي آية لنا كلنا، للي يقولك ده الجن بيعمل، قالوا لو كنا ما لبسنا في العذاب، ما كناش أصلا فضلنا، لو دلهم على منسأة دبت الأرض إنها تأكل المنسأة، وهكذا. فسبحان الله، هم ليس لهم أي قدرات